أول مرة بصور. قررت أصور التجمع لأنه هو الحزب الوحيد اللي بقدر يتصدر للمسؤولية اللي بدهم إياني أطلع من الأرض، وأكيد الوضع بس في التجمع. أنا نفس الشكل يعني، هاي أول مرة بصور، قررت أصور التجمع لأن مشروع التجمع هو رأس الحرب في مواجهة الصهيونية. طبعاً الوضع بالتجمع. أنا روان فاروق، لأول مرة بصوت قررت أصوت للتجمع لأنه هو الحزب الوحيد اللي بخاطب جميع شرائح مجتمعنا العربي في الداخل، لأنه الوضع بالتجمع. مرحبا، أنا محمد كيوان، رح أصوت تجمع لأنه هو الحزب اللي بيجتمع ترسيخ الوعي الوطني في أوساط الأجيال الشابة بشكل جدي ومدروس، وطبعا الوضع بده تجمع.